بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ده عربية يا جماعة جاهزة، يعني خلصانة وجاهزة للبيع. بسم الله ما شاء الله، مواصفاتها عالية والتكفيل بتاعها تكفيل عالي. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة التكفيل بتاعها تكفيل السرر، السرر ده سرر جيب. بسم الله ما شاء الله. والعمود ده عمود صبة اللي هو القديم بتاع العربيات القديمة، ده أحلى العمدان، يعني حاجة ما شاء الله. هي مركونة، هي ما مشيتش خالص. والقمر ده كمر 10. والتقفيصة ايه، ومن قدام برضو الصورة، الصورة جيب ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. والكوتش بتاعها ما شاء الله 50 ولا 60% كمان، كوتش كويس. من ورا 16 ومن قدام 14 ما شاء الله. الفايدة بتاعتها 22,000. هي تكفيلها ما شاء الله، تكفيلها كويس يعني محمل. واللي عايز يركب لها الدولف، في ناس بتطلب الدولف، بتقوم جاب لها صندوق خشب، صندوق خشب هنا كده، تعمل لها صندوق زي قيمة 50 سنتي مربع، وبتحط عليها، تحمل عليها رمل، تحمل عليها السباخ اللي عندك، تحمل عليها اي حاجة في الصندوق، بدل ما تعمل لها دولف وتبوظ شكلها. في ناس بتطلب الحاجات دي كتير. العربية دي فايدة 22,000، وهي تكفيلها تكفيل بسم الله ما شاء الله، يعني تكفيل كويس. يلا ربنا يبارك. انت حافظ رقمك يا حاج؟ حافظ رقمك؟ حافظ. قول رقمك كده. 010. 010؟ هي دي اهم حاجة. 984. 984. 9984. 984. 82. 82. حسن فكر غزال. الحاج حسن ابو فكر. غزال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صناعة المعلم السادة أبو أحمد. العربية موجودة وخلصانة للبيع، راجل اشتراها ومعلقهاش وبيبيعها. أبو حسن.